كان موسيماني مقرر ان هو يبيع فكره الشباب ويخلي الشباب يلعبوا كاس الرابطه علشان خاطر هو خايف على منصبه في النادي الاهلي، وخايف على ان هو يلعب باللعيبه الاساسيين فيعمل بيهم نتيجه سلبيه فالجمهور يثور ويغضب عليه اكتر. الفكره دي ما كانتش من فراغ عزيزي، لان لما تتكلم ككره قدم، هل موسيماني مدير فني عنده قوه شخصيه ان هو يحط عناصر من الناشئين في النادي الاهلي داخل منظومته الحاليه في النادي الاهلي كفريق اول؟ مش موسيماني خالص. فمش موسيماني لما يجي يلعب لي بطوله مفترض ان هي وديه بلعيبه ناشئين، ابقى منتظر منك انك مثلا عندك ولد زي مانو ادى اداء كويس هتلعب بيه ماتش كبير، عندك لعيب زي حمزه علاء او حارس زي حمزه علاء عمل ماتش كويس هتطلعه الماتش في الفريق الاول مثلا دكه، عندك لعيب زي محمد خليفه، عندك لعيب زي مغربي هتستفاد بيهم في الفريق الاول. فده مش انت، يعني انت جاي تبيع لي فكره الوهم ان انت بتلعب بالناشئين، والمشكله بقى ايه؟ انك اثبتت للناس الفكره دي. ليه بقى؟ لان الناشئين اللي عملوا معاك ماتشات كويسه وبدا ان هم يخلوك لسه موجود في لعبه التاهل في كاس الرابطه، انت قررت ان انت ترجع الفرقه واللعيبه اللي بتثق فيهم وتحطهم ماتش سموحه، بحيث لو كسبت يبقى لسه ليك مكان ان انت ممكن تصعد في كاس الرابطه. بس مع الاسف الشديد كان ماتش سموحه سيء ومخيب جدا، والنتيجه بتاعته اجبرت موسيماني ان هو يرجع تاني للفكره القديمه. بس الفكره القديمه دي فكره فاشله جدا، ان هو نرجع نكمل بالناشئين تاني. ليه بقى فكره فاشله جدا؟ لان انت خسرت الناشئ اساسا، الناشئ اللي عرف ان هو مجرد صد خانه بس، الناشئ اللي عرف ان هو المدير الفني في الماتشات الكبيره مش هيبص له ولا هيقرر ان هو يصعده ويحطه فيه في الماتشات دي كواحد من العناصر الاساسيه. لان مثلا انت كنت نص الملعب بتاعك فاضي الماتش اللي فات قدام سموحه، هل فكرت انك تستفيد بلعيب زي مانو؟ ما فكرتش. هل فكرت في لعيب زي خليفه؟ هل فكرت في لعيب زي محمد فخري تحطه كاساسي؟ ما فكرتش. يبقى لما تيجي ترجع العيال دي جوه الملعب تاني، العيال دي عارفه ان انت لا مؤاخذه يعني بتستخبى وراهم، فكده كده الموضوع بالنسبه لك كمدير فني اتعرف، وانت بسم الله ما شاء الله متوتر وحالتك عامله بالبلة، والناس كلها مطلوب منها ان هي تطلع تقول والله يا جماعه اصابات الاهلي وموسيماني بيحافظ على اللعيبه، حافظ على لعيبه ايه؟ يا جماعه احنا في زمن بقينا فيه المساحات بتاع الكورونا اكتر بكتير من الاصابات اللي بتحصل جوه الملعب وفي التمرين، وبعدين مفيش لعيب كوره هيتصاب من ان هو يلعب له ماتش، الموضوع بيبقى قضاء وقدر، ممكن لعيب وهو نازل من العربيه يتعور، وهو في التمرين بيتعور، وهو ماشي في الشارع بيتعور، فموضوع انك بتحفظ اللعيبه دي، انت عارف ان العناصر الاساسيه اللي راحت مع منتخب مصر هتفرق معاك، سواء السوليه، سواء حمدي، سواء لعيب زي اكرم توفيق ربنا يشفيه، سواء حارس زي الشناوي، كل دول هيفرقوا معاك. فانت عارف انك لو لعبت بالمجموعه الثانيه اللي هي الاساسيه هتشيل جامد كمان، وده اللي حصل معاك ماتش سموحه. فانت لا مؤاخذه كنت خايف من البدايه، فلما تيجي ترجع لي الشباب ماتش البنك الاهلي ما تنتظرش مني اقول لك واو موسيماني مدير فني قوي. ليه؟ لان انا عارف ان مهما محمد خليفه ومهما مانو ومهما اللعيبه دول اتشقلبوا جوه الملعب، انت مش هتفكر فيهم في كاس العالم للانديه. ليه؟ لان انت مدير فني جبان ومدير فني ما عندكش رؤيه. ومعلش يا جماعه حته ما عندوش رؤيه دي الشيخ طه اسماعيل، الراجل كان هيجرى له حاجه ما بين الشوطين. يا جماعه في مدير فني عاقل، يعني معلش يعني تخافز بلعيب زي رامي ربيعه بيرجعك من اصابه يخش في اصابه ثانيه لان عنده اصابه مزمنه، وتقرر انك تخليه يكمل، وتقرر انك ترحل محمد عبد المنعم لاعاره ثانيه، وبعد كده تيجي في نص الموسم تقول انا عايز محمد عبد المنعم اللي هو باشا ما كان بيتمرن معاك؟ لا ما طلعتوش انا اعاره، زي ما قالوا لما قالوا له كهربا قال لك مش انا طلعته اعاره، وبعد كده لما كانوا بيسالوه على اي لاعب لك مش انا طلعته اعاره، طب يا باشا انت كيس جوافه يعني مش عارف تحكم الفرقه؟ ما تقرفنيش وما تطلبش مني ان انا ادعمك علشان خاطر عامل لي نتائج جامده، ما النتائج بتاعتك دي كانت ناقصه اداء، وموضوع النتائج لما بدات تغيب مع سوء الاداء بدات تبان ان مفيش حاجه بتتقدم. فلما الشيخ طه يطلع يقول ان مفيش افكار هجوميه بتحصل في النادي الاهلي، فلا انا عايز اقول لك الكلام ده بقى لي سنه ونص، مفيش افكار هجوميه بتحصل في النادي الاهلي، الافكار الهجوميه كلها واقفه على فرديات لعيبه، مجدي قفشه، بيرسي تاو، محمد شريف، شويه حظ بيجوا لك، احنا واقفين على كده هجوميا، انما شغل بقى ومدير فني وتكتيك وان احنا لينا هوية مين؟ موسيماني مش مدير فني تقول له هوية فريق ولا مدير فني تكلمه كفنيات. ليه بقى؟ لأن موسيماني عنده جدار الحماية بتاع السوشيال ميديا غير طبيعي، جدار الحماية في الإعلام غير طبيعي، لما اتنين تلاتة بيقرروا إنهم ينتقدوا موسيماني في جبل من الانتقادات بتروح ليهم. ليه بقى؟ علشان خاطر ما ينفعش تنتقد موسيماني. ليه؟ مدير فني النادي الأهلي. يا باشا الراجل ده أبيض من الصيني بعد غسيله. لا لا لا. جاب لك اتنين أفريقيا. طب يا باشا ماشي جاب لي اتنين أفريقيا، بعد الاتنين أفريقيا بقى في أفكار جديدة بدأت تحصل؟
ولا في افكار جديده، في صفقات وعنده رؤيه فنيه في الصفقات، والله ما عندوش. طب ما انا مستمر ومكمل بيه ليه؟ عشان جاب لي بطولتين افريقيتين، ولازم اتحمل كل اللي هو بيعمله عشان خاطر جاب لي بطولتين افريقيتين، لازم اتحمل ان هو يضحي بشباب صغيره علشان جاب لي بطولتين افريقيتين، لازم اتحمل ان هو بيدي اجازه للعيبه لمده شهر وبيقرر يرجعهم وبعد كده بيقرر يديهم اجازه تاني، اللي هو بالصلاه على النبي يعني انت جاي في الماتش المفترض التحضيري اللي هو ماتش البنك الاهلي وتقرر انت النهارده بقى مش عايزين نحضر، اه حضرنا ماتش سموحه والتحضير ما طلعش كويس، فانا مؤاخذه بقى خدوا اجازه واحنا النهارده هنلعب بالناشئين. والحمد لله رب العالمين هتلاقي الناس كلها طالعه بعد ماتش الله عاش يا مسلمين. بس انا كراجل اهلاوي ما عجبنيش في الليله دي كلها غير ان انا شفت وليد سليمان، وان وليد سليمان سجل النهارده هدف. وليد سليمان من ريحه الجيل الطيب، وليد سليمان من الناس اللي اتظلمت في النادي الاهلي اخر 3 4 سنين ان هو كان مصاب وما كانش بياخد وقت طويل وكان بيحصل معاه مشاكل كتير، كان بيكون خارج الملعب اكتر من داخل الملعب، بس الراجل لما بيكون موجود بيثبت دايما ان هو لسه موجود وهو لسه قادر يأدي وهو لسه عنده روح مش موجوده في ناس كتير جدا جوه الاهلي. فانضف حاجه بالنسبه لي كاهلاوي شفتها النهارده يا وليد سليمان. اما موسيماني والعك اللي بيعمله فده انا متعود عليه بقالي فتره طويله جدا. اتمنى ان اشوف لك يعني لعيب من الناشئين دي موجود معاك في كاس العالم، اتمنى انك تلعب بيهم ماتشات كاس العالم، مش انك كنت بتبيع الوهم للناس ومع ذلك الناس قابلين وحابين جدا الوهم ومبسوطين جدا بكل اللي انت بتقدمه حتى لو كانوا بتقدموا عك وسراب. لو عجبك الفيديو بقى بعد كل الكلام التلويش في موسيماني ده فانت راجل برنس واعمل لايك. لو ما عجبكش وشايف ان انا واخد فلوس ضد الكيان وانا بهاجم عشان الاستقرار فبص يا باشا احنا قاعدين على كرسي وفي ورانا صوره ب 500 جنيه، فالفلوس اللي انا هاخدها احنا اقل من كده بكتير ساعتها.